أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة، فقرة ضيف الغرفة الذي أستقبل فيه واخترت فيه هذا موضوع حلقة اليوم حول ملتقى الاستثمار في إفريقيا بعد كورونا، ملتقى دولي اقتصادي افتراضي عبر تطبيق ويبكس. سوف يشارك فيه عدد معتبر وأكثر من 50 خبير دولي في عدة في الاقتصاد، في عدة تخصصات اقتصادية، رجال أعمال، شركات وكبرى، مستثمرين شباب، معاهد بحث وجامعات وهيئات ووزراء ورؤساء، كذلك منتديات ورؤساء حكومات، وكذلك هذا كله تزامنا مع أزمة جائحة كورونا، وكذلك ملتقى اقتصادي شامل حول الاستثمار في إفريقيا في مجالات مختلفة، الزراعة، الصناعة، السياحة، كذلك مجال قطاع المحروقات، وكذلك قطاع الخدمات الذي شهد ربما انتكاسة أو سقطة كبيرة بسبب جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بالنقل، بالفضاء، يعني النقل الجوي، البحري، ربما هذا كله تسبب في خلق خسائر كبيرة لمؤسسات ولدول بأكملها. وبالتالي يأتي هذا الملتقى الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير الذي يرأسه السيد محمد أمين بوطالبي، وهو ضيفي هذا الصباح. صباح الخير سي بوطالبي. أهلا وسهلا أستاذ الكريم، مرحبا بك وبكل المشاهدين والمستمعين لقناة البلاد. طيب الآن عندما نتحدث على هذا الملتقى الكبير أكثر من 50 شخصية يعني عالمية ودولية تشارك في هذا الملتقى، ما هي ظروف أولا تنظيم هذا الملتقى، أو هو يعني يأتي كعادة سنوية، ملتقى دولي سنوي يأتي كل سنة، فقط هذه السنة في ظروف معينة، أم أنه جاء خصوصا من أجل أزمة كورونا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شاكر لك على الاستضافة، وهنئ من خلال قناة البلاد كل الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأدعوهم إلى مزيد من الحيطة والحذر، خاصة كورونا تنتشر فنحن من يوقفها، هذا مهم. هذا ملتقى اقتصادي دولي افتراضي يكون خلال 4 أيام، ابتداء من غدا إن شاء الله، يوم 3، 4، 5، و6 ويوم 8، يوميا عندنا 2.5 ساعة لنقش فيها المستجدات الاقتصادية، الوجهات الاقتصادية الجديدة، وجهات الاستثمار، فرص الاستثمار، المشاكل المطروحة ما بعد كورونا. احنا اخترنا الموضوع كورونا والتحول الاقتصادي لانه العالم سيتحول تماما بعد كورونا، يكون افتراضي، يكون اكثر حذر، اكثر صرامة في كل المجالات. اقصد لا اقول جهة واحدة فقط، ذكرت الان في مقدمتك وشاكر لك على هذه المقدمة انه الخدمات، قطاع الخدمات تأثر بصفة كبيرة جدا، خاصة قطاع النقل وقطاع الفنادق، يعني تأثر كبير 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 جدا، والقطاعات المتجانسة مع هذين القطاعين المهمين اللي هو النقل والفنادق. علما أنه هذه القطاعين قطاعات أفقية، يعني ترتكز على عدة قطاعات أخرى عمودية. أكيد. فتأتي الفندقة والسياحة، إذا غاب هذا القطاع من القطاعات يتأثر الباقون كامل. إحنا دائما نقول أن السياحة تشغل 13 قطاع آخر، 13 قطعة تشغل الفلاحة، تشغل الصناعة، الصناعة التقليدية، يعني العديد من القطاعات اللي تخليها تشتغل، تخلي الركود ما يكونش كاين ركود، يكون كاين حركة. وتأثر أحد هذه القطاعات يؤثر كذلك في السياحة. أكيد أكيد. احنا في من خلال الاستضافة لكل الخبراء اللي يكونوا معنا وكلهم يحبوا الجزائر، هذا ملتقى جزائري وفيه مشاركات من عديد الدول، فيه 7 خبراء من الجزائر أو 8 على ما أعتقد، فيه أيضا رئيس الهيئة العربية للسياحة وهي هيئة مهمة جدا، ويهتم هو بالجزائر كشخصية معروفة، بندر بن فهد الفهيد، وهو سعودي الأصل، فيه من سلطنة عمان، فيه من الإمارات، من الإمارات عندنا شخصيات مهمة جدا
ثلاث شخصيات المهمة في الإمارات ربما أخذناها للدخول بها إلى الجزائر والاستثمار بقوة. الهيئة العربية والاستثمار الزراعي هي هيئة مهمة جدا تابعة لجامعة الدول العربية لوزراء المالية العرب. الجزائر تساهم فيها وهي عضو، لكن الجزائر لم يكن لها حظ أن تكون هذه الهيئة يعني مشاركة أو مستثمرة في الجزائر. عندنا أيضا مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج، يكون معنا الأمين العام الأستاذ جمال الجروان وهو شخصية معروفة في الإمارات العربية المتحدة. أيضا يكون معنا رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية والتطوير الاستثماري، وهو أيضا إماراتي الجنسية، شخصية معروفة جدا الشيخ أحمد سالم السويدان. أيضا يكون معنا رئيس الأمين العام عفوا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اللي كنا حضرنا معه العديد من الجلسات والمؤتمرات الافتراضية. يكون معنا من الأردن رئيس الغرفة التجارة والصناعة الأردنية ومجموعة من الخبراء من الأردن. من الصين يكون معنا أهم هيئة صينية ترافق المؤسسات الصينية بالخارج اللي هي CPRT. يكون معنا الرئيس والنائب اللي هم حابين يعني فاهمين الجزائر مكانتها، فاهمين أن الجزائر بوابة لإفريقيا، يعني مهم جدا يكون والصين وإفريقيا مؤخرا يعني الصين تركز كثيرا على إفريقيا مثل ما كانت تفعل ربما أمريكا سنوات الستينات والسبعينات. نعم، احنا جبنا من كل الدول اللي همها إفريقيا، يعني الصين، الهند، باكستان سيكون حاضر معنا مدير رفيع المستوى من وزارة التجارة الباكستانية اللي هو مكلف بإفريقيا. يعني باكستان أيضا عندها وجهة إفريقية، أصبحت تنظم منتديات كبيرة جدا في إفريقيا، فهذا يهمنا. تركيا أيضا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، بريطانيا، كل هؤلاء أحضرنا منهم زبدة وخيرة الخبراء وخيرة الناس اللي عندها لوبينج كبير، يكون عندها شبكات علاقات كبيرة جدا، أحضرنا منهم جميعا لندخل بقوة إلى إفريقيا لنبرز مكانة الجزائر بين الدول الإفريقية. يكون معنا أيضا من الاتحاد الإفريقي، يكون معنا رئيس حكومة سابق لأوكرانيا وهو شغوف بزيارة الجزائر وحاب يزور الجزائر لكن لم تسمح الفرصة، كان شراء التذكرة ومحضر نفسه بيكون معنا خلال علما أنه هذا الملتقى كان مقرر في شهر مارس الماضي. نعم. لكن للأسف قبل أسبوع من انطلاقه تم غلق كل شيء ألغي في الخارج وفي الجزائر. نعم، يعني كل العالم، يعني مش الجزائر فقط. فهذا رئيس الوزراء هو شخصية مهمة جدا، كان وزير الصناعة، كان وزير المالية ويهتم بالجزائر ومؤثر يعني ربما في وجهة الاقتصاد الأوكراني. أكيد وهو شخصية كبيرة جدا في أوكرانيا، يعني مهمة في أوكرانيا. أيضا من روسيا يكون معنا رئيس جمعية وهيئة كبيرة في روسيا وهم يعني نافذين في روسيا، ويكون معنا ثلاث مؤسسات من بين أهم المؤسسات التي تود الدخول إلى الطاقة البديلة والطاقة الشمسية وكل ما تعلق بهذا. يكون معنا أيضا من سويسرا رئيس الغرفة العربية السويسرية، هو شخصية مهمة أيضا في سويسرا بحيث أنه عنده أخوه مثلا وزير النقل، وهو من بين الشخصيات النافذة في الوطن العربي سيد سيدريك. يكون معنا أيضا من بلجيكا، يكون معنا من السويد، مستثمرين يهتمون بتدوير النفايات، يهتمون بالفلاحة وتطوير الفلاحة، من هولندا. يعني طيب كل هذه الشخصيات اللي حتكون في هذا الملتقى كيف ستعود مشاركتهم إيجابيا على وعمليا على الاستثمار في الجزائر والاستثمار في إفريقيا؟ احنا الهدف حتى ربما اعتقد انه مركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير لما ينظم ملتقى مثل هذا اكيد لفائدة الجزائر اولا ثم فائدة الدول الاخرى. الان كيف سيعود هذا عمليا اقتصاديا استثماريا على الجزائر؟ اولا نشوف، اول نصيحة ننصحك وننصح المشاهد انه يسجل في المنتدى. لماذا؟ لأنه أهم حاجة في ميدان الأعمال هي المعلومة. لما تكون عندك المعلومة يكون عندك مجال واسع لخلق فرص جديدة. يعني كل واحد فينا ربما عنده فرص لكن لا يراها، تمر عليه الفرص لكن لا يعرفها، تمر عليه معلومات لكن لا يعرفها، ما يعرفش حتى البنك الإسلامي للتنمية باللي يقدر يدي منه قرض، ما يعرف. يعني كاين أشياء كثيرة ما يقدرش توصل له المعلومة إذا ما مشالهاش.
فأول حاجة ننصحك بها أنك تشارك. لماذا؟ لأنه فيه أشياء عملية راح تكون بارزة من خلال الهيئة، راح تطلق مشاريع، راح يبرز مكانة الهيئة واهتمام الهيئة بالاستثمار في الصحراء الجزائرية بين غردايا وواد سوف، والاستثمار بالشراكة وأيضا تكوين الشباب لتكنولوجيا الفلاحة وتكنولوجيا الصناعة الفلاحية وتكنولوجيا تربية المائيات. هذا مهم جدا بالنسبة لنا أنه نمشوا للنقاط العملية. حتى اللقاءات الثنائية من خلال اللقاء يكون فيه لقاءات ثنائية، أي واحد يطلب لقاء ثنائي مثلا يقول أنا يهمني الأستاذ الفلاني، يحط على الرابط الخاص نحطه مباشرة مع الجهة المعنية. احنا نبحث يعني على البي تو بي موجود في البي تو بي موجود رغم أنه افتراضي، يعني كأنه ملتقى كل شيء موجود في قاعة مفتوحة ثم خارج على هوامش اللقاء توقع دائما اتفاقيات. نعم. لقاءات ثنائية ثلاثية. نعم، لما يقول لي مثلا يدخل واحد من الصين، شركة من الصين تورد تصدر منتوج معين، أوكي، والجزائري يبحث أو الإفريقي يبحث على ذاك المنتوج، فيدخل مباشرة نحط لهم نافذة وحدهم، يعني يدخلوا في غرفة وحدهم وراهم مجتمعين مع مترجم، أكيد يكون معهم مترجم، هو عادي يعني شيء عادي يقدروا يبرموا صفقات في من نعم خلال الأشياء. لا، الصفقات بدينا الآن يعني قبل الملتقى بدينا نمشوا في الاتفاقيات، يعني فيه جهات اللي ربطنا لها اتفاقيات راح يكون ربما التوقيع يوم المؤتمر وربما بعد المؤتمر مباشرة، لأنه هم يحبوا يكون حضور يعني فيزيك يعني. نعم، فهذا يهمهم. فالشيء المهم أنه هذا الملتقى راح يكون أنه أول حاجة يمد المعلومة، يقدم معلومات مهمة جدا بالنسبة لكل القطاعات وبالنسبة لكل المستثمرين. ثاني حاجة اللي يبحث على شراكة يجدها من خلال المنتدى، اللي يبحث على فرص يجدها من خلال المنتدى. عندنا شركات أوكرانية، عندنا شركات روسية، شركات تركية اللي سجلت، شركات صينية، شركات باكستانية، شركات هندية، مستشفيات هندية حابة تنقل إلى الجزائر. هذا كلهم حابين يدخلوا إلى الجزائر، حابين يستثمروا في الجزائر. فإحنا من خلال الرابط نخلي أنه البي تو بي تكون في غرف خاصة، لكن نبحث دائما عن الجدية نقولها ونعاودها. لماذا؟ لأنه أغلب الناس تسيبهم واش عارف وش يدير، يقول لك أنا خصني استثمار، خصني فرصة مليحة، خصني opportunity مليحة ونمشي. لا، احنا معنا يا أخي الكريم لابد أن تكون محدد لهدفك، عارف واش حاب تدير بالضبط، وإحنا نرافقوك نساعدوك باش تجيب الاستثمار. عندنا أيضا من بين الشخصيات اللي تكون حاضرة معنا، تكون حاضرة معنا مديرة هيئة تشجيع الاستثمار وهي شخصية نافذة من رواندا، ورواندا نعرف أنه دارت قفزة نوعية خلال سنوات قليلة. أيضا يكون حاضر معنا مدير هيئة تشجيع الاستثمار وهو مستشار رئيس جمهورية أوكرانيا، عفوا الكامرون، وهو شخصية مهمة جدا في الكامرون. يعني حتى الخليط من إفريقيا، يكون من كوت ديفوار، يكون من السنغال، يكون من غينيا بيساو، يكون رواندا، يعني من عدة دول، من رواندا، من إثيوبيا، من تنزانيا، من السودان، من مصر. هذو كلهم يعني رايحين نلعبوا اللوبي الاقتصادي تاعنا، أنه الجزائر هي التي تسير الآن، الجزائر هي التي تصنع ترسم خريطة لبناء مستقبل إفريقيا. هذا هو الشيء الذي نريده، أنه الجزائر بوابة إفريقيا، يلا تعالوا إلى الجزائر نناقش ما يدور في العالم وما يمكن إفريقيا أن تستفيد من هذه الفرص بعد جائحة كورونا. طيب، حسب الدراسات التي يقوم بها المركز الذي ترأسه الآن، حسب الدراسات اللي قمت بها والموجودة والأرقام الموجودة والإحصائيات، ما هي ربما أهم المجالات التي يمكن أن تستغلها الجزائر لتبني اقتصاد بديل أو اقتصاد خارج قطاع المحروقات، ربما الذي نتحدث عنه منذ عقود وليس سنوات فقط، أن نتحدث عن الخروج من الاقتصاد الطاقوي إلى اقتصاد منتج للثروة خارج قطاع المحروقات، خارج الصحراء يعني الخام، لكن لغاية اليوم لم يتحقق ذلك. الآن حسب الدراسات التي تقومون بها، ما هي أهم المجالات الخصبة للاستثمار وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات؟ حاب نبحث على شيء يدير للثروة ويوفر اليد العاملة، هو شيء واحد تبدأ به، الصين ولا شوف أي دولة، تركيا ولا، هو تحقيق أمن غذائي، الزراعة، الفلاحة.
هي أهم خطوة تبدأ بها لمستقبل اقتصادك. إذا حبيت تكون عندك قوة فلابد عليك أن تكون لك وفرة. لما تكون عندك وفرة في المنتوجات الغذائية كلها، في الصناعات التحويلية كلها، هناك تقدر تروح وتبحث على أشياء ثانوية. نمد لك مثال، المناطق اللي كنا رايحين في الصحراء وتعجبنا، والصحراء الله يبارك ربي شاسعة يعني منطقة خام. غردايا مثلا في المنيعة، في المنيعة كنا زرنا دي فارم ويعجبني لما نصيب النعناع. النعناع بحجم يعني تقريبا نصف متر ما شاء الله، يعني الورد. لماذا نخلي كينيا وحدها تستحوذ على الورد في المنطقة الإفريقية، وإحنا نقدر عندنا مناطق اللي فيها مياه عذبة والمياه الجوفية موجودة، يعني نقدر عندنا وفرة المياه الحمد لله، نقدر نوفر الزراعة في عديد القطاعات. علما أنه بين قوسين فقط حتى الأقطاع، أنه كينيا تصدر الورود والأزهار إلى أوروبا، هي أول دولة في العالم، والاستثمار يدر عليها أموال ضخمة كثيرة، يعني ضخمة جدا، يعني كتلة مالية كبيرة تدخل إلى كينيا بسبب هذا، يعني الاستثمار في الورود والأزهار فقط، اللي ربما لو نقولوه الآن لبعض المستثمرين كان يبدأ يضحك يقول لك يعني استثمر في الأزهار. شوف، أهم شيء احنا دائما نقول انه مثلا اخواننا الفلاحين يزرعوا البطاطا وما يسيبوش الفريكو، يزرعوا الطماطم وما يسيبوش وين يخبي الطماطم، يزرع الطماطم وما يسيبش باه يديرها الكونسيرف. يعني هذا مشكل كبير جدا بالنسبه للاستثمار. بس لما نمشي للاستثمار نخليه ينتج البطاطا، بعدين نبني الاشياء اللاحقه به، نبني لوجيستيك، نصنع. يعني ما نقولش انه في البدايه لازم نبدا كلش، فاهم علي؟ لازم نبدأ المهم البداية. اليوم عندنا شركات كبيرة سعودية حبت تدخل الجزائر للاستثمار الفلاحي، فلابد أن نفتح لها ونعطيها امتيازات كبيرة جدا، ونقرأ الخارطة الإفريقية ما قدمت من امتيازات، نقرأ مصر ما قدمت امتيازات، نقرأ الكامرون، نيجر، نيجيريا ما تقدم امتيازات، ما تقدم تحفيزات للمستثمرين الأجانب لدخولهم. نزيح البيروقراطية ونستقبلهم بقوانين ثابتة، بأشياء ثابتة. هناك نقدر نقول لك أنه الجزائر بعد 23 شهر، بعد سنتين تقدر تدير طفرة اقتصادية لا مثل لها. كافية 23 شهر لا أقول، لأنه في الاقتصاد عندنا رؤية ربما 20 سنة للأمام، عندنا مخطط استراتيجية والأهداف والغايات خلال 10 أو 5 سنوات للمدى المتوسط، ثم المدى القصير. في المدى القصير تاع سنتين، هل يمكن فعلاً للجزائر أن تحقق هذه الخطوة ولو الأولى؟ سنتين هي كافية أن تكون الجزائر رائدة اقتصاديا في إفريقيا. 5 سنوات ستصبح الجزائر مثل أغلب الدول التي تنافس على المكانة ربما العاشرة في العالم. طيب تتذكر أنت الملتقى الاقتصادي الإفريقي للأعمال الذي تم تنظيمه في 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 سي سي في القصر الدولي للمؤتمرات في ديسمبر 2016، حضروا فيه رجال أعمال أفارقة وحتى من أوروبا وجزائريين. لكن بعد اليوم 4 سنوات تقريبا، 3 سنوات ونصف، يعني ما شفناش نتيجة كبيرة مبهرة. كنوا صراحة طبعا أنا صح. كنت سألت السؤال قبل سنتين لمن نظم، لمنظمي هذا الملتقى، لم أتلقى إجابة يعني صح. واضحة. لكن نعم. الآن أريد أن أسألك أنت، بما أنك في المجال، قمنا بمحاولة مع إفريقيا لكن أعتقد لم تنجح. كونوا صادقين طبعا، لأنه لبغينا هذا اللي نبحث عليه لبناء البلد، لبغينا نصنعوا البلاد وبغينا نعاونوا إيرادات حابة تبني البلاد، لابد علينا أن نكونوا صادقين. احنا لما نمشي للبهرجة انه وزير فلان دار او فلان دار او كذا وهو الحجم، ستكون فاشلة. اني نروح اخلص لك تذكرة الطيران والفندق ونقول لك جيب لي برك، واش عندك جيب، يلا جيب، احضر برك، سني لي بروتوكول قدام الكاميرا برك. هذا هو 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 السلبي في حد ذاته، يعني يدمر لك الاقتصاد تاعك من الداخل. نضيف لك شيء، انه كاين لوبيات كبيره جدا تحيط بنا من كل جانب، انه مصالحها في الجزائر، اموالها في الجزائر، استثماراتها في الجزائر، ما لازمش انت تنافس وما لازمش تكون منافس وما لازمش دوله اخرى تجي تنافس. فالان لابد ان نستعمل الذكاء الاقتصادي. الذكاء الاقتصادي هو انك انت تملك علاقات قويه جدا. نمد لك مثال،
احنا عندنا علاقات مع روسيا وعندنا علاقات مع اوكرانيا، احنا في المنتدى يكونوا حاضرين في زوج الجهتين، يكون حاضر التركي ويكون حاضر الاماراتي ويكون حاضر القطري ويكون حاضر الصيني والباكستاني والهندي. لماذا؟ لانه انا جزائري، جزائري يحبوه كل الدول. هذا الشيء لابد علينا نستغله، نعرف انه لما نجيب مستثمر لازم نجيب المستثمر تاع الصح. قائمة المستثمرين في العالم معروفة عن سفاراتنا والجادين، يعني الجادين، نعم نقول كمستثمرين هنا في الجزائر كاين سفراء يتصلون بالجادين، لما يصيب عندك جدية يتصل بيك تك تك تك. وهذا اللي ربما نزيد نتكلم عليه، على الجدية في الاستثمار والمشاريع الجادة اللي تخلق فعلا ثروة وتدر الثروة على البلدان التي يتم الاستثمار فيها، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا. إذا مشاهدينا عدنا من جديد في هذا الجزء الثاني من فقرة ضيف غرفة الأخبار، الذي تناقشنا وتحدثنا في بداية هذه أو في الجزء الأول من هذه الفقرة حول الاستثمار في إفريقيا ما بعد كورونا. طبعا مطلق إفريقي دولي إفريقي افتراضي سينطلق غدا إن شاء الله إلى غاية 8 أوت الحالي. طبعا هذا الملتقى سيجمع أكثر من 50 خبير دولي في مختلف المجالات، الصناعة، الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية، المحروقات، الزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات، وبالتالي مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا كله في ملتقى واحد يدوم قلت 4 أيام، ويترأسه وينظمه هذا الملتقى المركز العربي الإفريقي للتطوير والاستثمار. واستقبلت فيه رئيس هذا المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، هو السيد محمد أمين بوطالبي. أهلا بك ثانية. أهلا وسهلا. كنا توقفنا في نقطة مهمة وهي الجدية في الاستثمار، وكذلك الجدية في دخول هذه الملتقيات والتفكير بمنطق اقتصادي قح حتى يمكن الاستثمار الحقيقي الذي يدر ثروة على البلد. تحدثنا كذلك عن، ربما نواصل الفكرة في البداية، هو أهمية، أنت قلت لي أنه الغذاء والضمان الأمن الغذائي للدولة للشعب الموجود في الدولة هو أول خطوات لبناء اقتصاد متين. الآن بعد الزراعة أين يمكن نستثمر؟ والله بعد الزراعة ستكون هناك في الجزائر. نعم أتكلم عن الجزائر. ستكون هناك، يعني في التحول الاقتصادي سيكون هناك حتما ضرورة حتمية، اللوجستيك لازم يمشي مع الزراعة. اللوجستيك هو النقل، أيضا الصناعة التحويلية، كل ما تعلق بالصناعة التحويلية. احنا في الجزائر نملك موارد ونملك ثروات اللي يمكن أن نصنع بها أشياء ثانوية اللي موجودة في الطاقة، في المناجم، في العديد المجالات. الطاقة الشمسية مثل ما ذكرت عندنا صحراء شاسعة يمكن أن نصنع فيها أشياء تفيد المجتمع وتصدر الطاقة إلى دول أخرى. أيضا الآن لاحظوا أنه فيه أزمة كبيرة جدا في العالم، هي حرب على المياه. الجزائر تملك المياه ويمكن أن تؤسس لها شركات كبيرة ربما حتى تصدير المياه، ولما لا إلى دول أخرى. ونشوف أنه المنطقة العربية اليوم نظرا لنقص المياه منعت زراعة القمح والمحاصيل الزراعية، الصوجة، الذرة، كله ممنوع لأنه يستهلك الكثير من المياه. نعم أغلب الدول العربية منعته هذا العام. هذه فرصة أني نستقطب مثلا رجال أعمال السعوديين والإماراتيين اللي كانوا يستثمروا في هذا المجال في ذيك المناطق، أحسن من أنه يطلع الأوكرانيا نجيبه للجزائر. هذا مهم. فهذه الأشياء كلها مهمة، يكون شريك وتكون عندك نسبة 50% أكيد. ولا أكثر من المحاصيل، يعني فتصبح أنت كما تقول آمن في الجانب الغذائي وتصبح منتج ومصدر لهذا أكيد. النوع من عندنا من بين المشاريع المهمة هي مثلا في الصناعة التحويلية يكون معنا مصنع للحديد وهو حاب يدخل شراكة من أوكرانيا، يكون معنا أيضا مصنع للنسيج من باكستان وحاب يدخل الجزائر. يعني النسيج فيه من الصين، فيه من تركيا، كلهم حابين يدخل الجزائر. حتى السوريين
وهما متواجدين الآن بتركيا لكن همهم أنهم يدخلوا الجزائر لأنه النسيج أيضا مهم جدا بالنسبة للسوق الاستهلاكي الجزائري، يعني سوق فيه واعدة في استهلاكيين، وهم دائما يعني يقيم الميزان أي الدول التي تستورد الكسوة أكثر، أي الدول التي تستورد المواد الصناعة النسيجية أكثر فتستهدفها كخطوة. الكثير من المستثمرين يتوجهون إلى دول استهلاكية، يقول أنا أستثمر في دولة يعني عندي المستهلك فيها، لكن أعتقد من الذكاء الاقتصادي أنك أنت لما تأتي بمستثمر كذلك إلى البلد لابد أن تبيعه كما يبيعك سلعة، تبيعه على الأقل مادة خام أو سلعة أخرى أنت حتى يحصل تبادل اقتصادي. أو يعني كيف تفسر أنت هذا؟ شوف أستاذي في هذه نزيد نكون صادق معك وصادق مع المستمع الكريم، احنا كان عندنا مصانع كبيرة جدا لصناعة الجلود، لصناعة الأحذية، لصناعة الكثير من الأمور، أنا شفنا الآن الهيدورة العيد تروح ترميها، يعني هذا يعني إشكال اقتصادي كبير. نعم جدا، مع أنه 4 كانت ملايين عندك أضحية أو أكثر، يعني 4 ملايين جلدة تخيل. نعم المصانع، الصوف المصانع، المصانع تاع الدباغة كانت يعني شيء رهيب، شيء رهيب جدا، كانت قوة، كانت المنتوج الجزائري يصدر إلى إيطاليا، يصدر إلى ألمانيا. اليوم لابد علينا نسترجع، لازم أنه صقلة 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 قوية لاسترجاع قوتنا، لاسترجاع مكانتنا. مكانتنا الصناعية كانت موجودة، شوفوا أيضا حتى المصانع الكبيرة ربما الآن يعني حابسة. الآن الذكاء الاقتصادي يتطلب منا أنه نمشي في استثمارات مربحة ومدير الربح في فترة وجيزة جدا. الآن فيه شركات كبيرة مثلا في العالم أنه عرفت خسارة، تبحث على ولوج أسواق جديدة، تدخل إلى أسواق جديدة، تبحث على مناخ استثمار وبيئة استثمار آمنة لاستثماراتها لفلوسها، فهذا مهم جدا أني نستقطبهم ونجيبهم إلى الجزائر. الآن فيه شركات فنادق مثلا في السعودية في الإمارات عرفت أنه السقوط في القيمة تاعه ب70% 50% 60%. الآن لابد علينا أن نفكر أنه حتى الجزائر يمكنها أن تستثمر في الخارج بشراء فنادق، بشراء مصانع، بشراء شركات طيران. ولما لا، شفنا أنه خسرنا يعني ربما إغلازير كانت ضاعت من يدنا، أنه تكون عندك شركة في فرنسا عندها خطوط، عندها شبكة، عندها صدير اسم تقدر تخدم بها من غدوة جاهزة. جاهزة نعم، يعني كليون ما كان في القديم مفتاح في اليد، يعني في السبعينات، اليوم عندك مفتاح كذلك في اليد وفي دولة منافسة يعني. نعم وتقدر تفتح بها أفاق يعني حتى مع أوروبا ومع الجهات اللي كانت عندها وجهات، وتأخذ حتى الخطوط ديالها، يعني تقدر تأخذ الخط لما يكون ملكك فتقدر تأخذه وتعمل به كما تحب. أكيد. الخط الجوي. فالآن لابد علينا أن نفكر تفكير استراتيجي، ذكاء اقتصادي، نستعمل كل ما نملك من خبرات ومن خبراء ومن جامعات بحثية، نخلو كل شيء ينغمس في تنظيم الخارطة الاقتصادية، لأنه الخارطة الاقتصادية الآن مبعثرة، لا نعرف من أين نبدأ، لا نعرف أي أولى، لأنه كاين الأولى وكاين الأولى من الأولى. لازم الخطوة اللي نبدأ بها اليوم، أنا قلت سنتين ستصبح الجزائر من أحسن الدول الإفريقية في أمنها الغذائي. سنتين في عالم الاقتصاد ولا شيء، يعني ولا شيء حتى يفهم المشاهد الجزائري، سنتين هي طايم يعني أو يعني صفر. ايه يعني المحاصيل من الدهان بالسكر وروح كلها تقدر تدير مرتين في السنة كلها. احنا ما ناش مركزين على فرص أمامنا، لو نركز على فرص أمامنا سنحقق شيء. يعني تكلمت على نقطة مهمة كذلك، هي الآن أشرت إليها أنت، وهي بلاسمون دي كابيتال، يعني وضع إحنا في مختلف الدول تكون عندها كتلة نقدية إضافية أو يعني تذهب إلى الإيرادات يعني هذه الزائدة توضحها في استثمارات. الآن الاستثمار أفضل من أنه نوضحها في بنوك أو البنك العالمي أو البنك الدولي، وأنك توضحها في مؤسسات لانخفاضة أسهمها، شراء الأسهم هذا في كل الدول أو المؤسسات الكبرى تتعامل به. لكن إحنا في الجزائر ما دخلتناش الثقافة، رجال أعمال يشترون ربما أسهم في الخارج ما يقدرش. كان عندنا مثلا اشرح لي النقطة هذه، وكان عندنا كذلك فرصة تاع فولفو مثلا قبل 5 أو 6 سنوات وين
شهدت انهيار في 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 في, في, في مؤسسة فولفو، فكان عندنا فرصة شراء مليار ونص دولار، مليار ونص مليار دولار، لكن قامت جيلي بشراء تلك الحصة الكبيرة، جيلي الصينية. نعم. نعم. واليوم جيلي عندها قرار في مؤسسة عتيدة وكبيرة مثل فولفو، يعني الفولفو بقى يصنعها السويديين، سويديون، لكن جيلي تقرر تأخذ أرباح وتأخذ حصتها. نعم. وتأخذ حتى التكنولوجيا بين قوسين. نعم. أنا نقول لك أنه الجزائر لابد أن تعيد ترتيب أفكارها الاقتصادية، يعني على كلنا أقول، لا أقصد شخص معين أو جهة معينة، كنا لابد كمنظومة اقتصادية كاملة. كمنظومة اقتصادية كاملة. أنا نقول يلا ندير لقاء، ندير لقاء باه نجيب الإعلام، ما خصنيش اللقاء تاعنا، ما فيش إعلام، اللقاء تاعنا فيه مشاركين، حبيت تستثمر تعال، حبيت إعلامي ادخل على الرابط، ودي واش تحب خذ ما 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 تشاء، وتصيبه على المباشر على اليوتيوب على الفيسبوك على اللينك، ادخل وين تحب، ودي على في الموقع ادي المعلومه اللي تحب، بس لما تحب تسال لابد ان تكون مسجل. ما تقدرش تسال وما تقدرش، ويمكن ثنائي، يمكن للزملاء المشاركه كذلك، ولكل من يريد المشاركه والاستفاده من هذا عن الملتقى، ومن خلال الروابط الموجوده على صفحه المركز العربي الافريقي وعلى الموقع وعلى كل صفحات الموقع التواصل. كذلك موجود. نعم. الروابط، ويمكن الدخول والتسجيل في مختلف التطبيقات. نعم. طبعا حسب سواء يعني للهواتف الذكيه واندرويد ايوس اي شيء. وكل يوم أقول وأذكر أنه يكون ساعتين ونصف، يعني يبدأ على 12 تاعنا، وقت الفطور يحط الفطور قدامه، راه يشوف راه يشوف ويشرب القهوة ويستفاد، ويقدر يطرح أسئلة، يقدر يستفاد أيضا بمعلومات مهمة جدا، أنه المعلومة هي رأس المال. المعلومة طبعا. مثلا أنا أنتظر وأعول على الهيئة العربية للاستثمار الزراعي اللي هي خبيرة ودارسة الوضع الجزائري بالتفصيل الممل، في الفلاحة، في الصناعة الغذائية، في الصناعة التحويلية الغذائية، في تربية المائيات، في الثروة السمكية، يعني وتقدر تدخل في مشاركة، مش تقدر تدخل، لابد عليهم تدخل في مشاركة، معناتها لازم لها المشاركة، ما تقدرش تدخل وحدها للجزائر، لأنه هي هيئة تابعة لوزراء المالية العرب والجزائر تساهم فيها. الآن الشباب ورجال الأعمال يبحث على المخرج بعد كورونا. في المنتدى راح يكون مخارج إن شاء الله لاقتصادات الدول، للشركات، لأنه أغلب الشركات تضررت، أغلب الشركات الآن تبحث عن فرص، تبحث عن كيفية الخروج من أزمة، لأنه فيه شركات اللي أخذها قروض من عند البنوك. الآن الشركات الجزائرية عفوا ما تقدرش تستثمر في الخارج. لماذا؟ كنت هذا اللي نقوله الشركات، يعني رجال الاعمال، لانه المنظومه البنكيه، قلت انه لابد علينا ان نعيد خارطه التفكير الاستراتيجي للاقتصاد الجزائري، لانه اذا حبيت نربح بسرعه لابد ان نفكر بطريقه سريعه وفي مكانتها في بلاصتها وفي وقتها. اليوم في الازمه هذا هو وقت الفرص الحقيقيه لكل الشركات العالميه. وكنا شفنا الصين واش دارت، الصين لما شافت شركات بدأت تقولي راحت مباشرة ضخت الأموال ونشرتها. أوكي، فالآن لابد علينا نفكر كيف يمكن للبنك الجزائر، للمنظومة المالية، المنظومة المصرفية، أن تستقطب وتسهل لفرص الاستثمار شركات عمومية، شركات خاصة، الاستثمار في الخارج، مع العلم أنه فيه شركات عندها أرصدة في الخارج، يعني يمكن أن تشتري مباشرة من الخارج لأنه فيه أرصدة. لكن ربما هنا الحسابات، يعني الفوائد والأموال المعاملات تكون في الخارج كذلك. معليش ما يهمش. أنا دائما نقول شيء مهم جدا، أنه إحنا علينا العمل، لكن كاين أنظمة أخرى هي اللي عليها الرقابة. أنا نخلي البيئة ونخلي الفضاء المتسع لرجل الأعمال. الفساد اللي شفناه لأنه ما كانش كاين رقابة. لما تكون كاين رقابه ما يكونش كاين فساد. حتى رجال الاعمال ماذا بهم يعني يعملوا في جو سليم ويطور راس ماله، قد ما يطور راس ماله يصبح يخاف اكثر على الله. وشوف نقولها لك ليك ونقولها للمستمع الكريم والمستمع اللي يسمع فينا خارج التراب الوطني، الجزائري شريف ونزيه ويحب بلاده ويحب يخدم في الاطار السليم،
ربما شافوا ناس بعض الأشكال بعض كذا اللي استعجلوا قطف الثمار، استعجلوا ربح تاعهم، قال يلا نربح بسرعة. لكن الحياة هي أنك تمشي واحدة واحدة وتكبر مع المجموعة وتخلي كل الناس تمشي، لأنه في الاقتصاد هو اقتصاد تكاملي، ما يقدرش إنسان يكون في كل وحده في كل المجالات، إنه إذا طلع مباشرة يطيح مباشرة، لكن إذا طلع بطريقة أنه الناس تكاملية كامل تكاملية يكون هناك أكثر من الفرص، يكون أكثر من الحصانة، أكثر من الرزانة، وأكثر من الشفافية، لأنه حتى في الشفافية مهمة جدا. أنا نشوف أنه اليوم لابد علينا أن نستعمل لوديت اللي هو التدقيق الخسارة في بلدنا، كم ممكن أن نكون خسرنا، لأنه الأرقام حتى الإعلاميين نشوف أنه يحط لك أرقام خسارة لكذا لشركة كذا لشركة، لكن بدون مراقبة، تحليل الأرقام، أي بدون مراقبة دقيقة للأرقام. أنا نحب تحليل إعلامي، تحليل الصحفي، يعني لما يكون هناك تحليل تفهم الخسارة وين هي والربح، لأنه لو يعطيك المجمل يمكن أن تقول الخسارة في كل القطاع، لكن هي ربما في شيء واحد من القطاع، وهي نعم. تكون كبيرة فتتغلب على المعدل العام للقطاع، وبالتالي نعم. في المحاسبة التحليلية مهم جدا أكيد. أن يكون عندك أكيد. محاسبة تحليلية وفهمها وأهم شيء هو الآن بعد كورونا راح يصير الموظف لازم يكون في مكانه، إذا ما كانش في مكانه يروح. لماذا؟ لأنه يولي إضافة، يولي عبء على المؤسسة، خاصة المؤسسات العمومية. المؤسسات العمومية تصيب أحيانا تحتاج 1000، هو يوظف 5000، هذه راح تغير بعد كورونا، يعني بلا المدير راح يغير، يعني هذه في العقلنا الاقتصادية غير موجودة، يعني ترشيد نعم. النفقات وترشيد نعم. الاقتصاد لا يقبل هذا. حتى تكون هناك رشادة وحكامة اقتصادية لابد علينا أن نضع لكل حرف نقطة. ممتاز. طيب الآن بالنسبة للبيروقراطية حتى نختم، ما بقناش وقت حتى نختم، ربما كثير سمعنا عدة مرات في السنوات الماضية أنه كثير من المستثمرين حبوا يجوا ثم لم يتم استقبالهم، كثير المستثمرين طرحوا مشاريع، يعني على مر السنوات الجزائر كانت تلقى مشاريع استثمارات أجنبية لكن لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح بالشكل السليم، ربما لأسباب بيروقراطية أو أسباب أخرى. إلى أي مدى تؤثر ربما هذه حتى ربما بعض الأمور البروتوكولية إن صح التعبير عن تهريب وإبعاد المستثمر الأجنبي عن الجزائر؟ نعم، كاين شخصيات في العالم، شخصيات لامعة، يحط لك أن تويت فقط يكتب لك حرفين أن الجزائر مستقبل واعد للاستثمار، مبروك عليك، يعني يلحق بتويت يغير مصير. نعم، مستثمرين كثار يبدأوا يتهاتفوا ويجروا مورتيك الدولة، لأنه المستثمر يعرف، المستثمر لما يسيبوا واحد راح يتبعوه، واحد قادر يمشي لك 10 والعشرة يجيبوا 100. من بين أهم الشخصيات ربما لهامها الاستثمار في الجزائر الشيخ أحمد آل سويدان، هو مستثمر كبير في العقار في الإمارات، في السودان، في مصر، في الأردن، في أذربيجان، في كازاخستان، في البوسنة والهرسك، يعني كاتحاد يمشوا كاتحاد كمقاولين، شركات كبيرة في المقاولات ولها خبرة وتقدم أيضا العديد من الفرص للدول اللي تروح مثلا تبني لها منتجع، تبني لها شيء هدية، يعني في عندهم الأشياء اللي مفيدة. أيضا من بين أهم الشخصيات بندر بن فهد الفهيد اللي هو الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، وهو شخصية مهمة جدا، أيضا الهيئة العربية. هؤلاء يريدون كيف نقول لك تبربير، يريدون الاهتمام، برستيج، يعني مش برستيج، يريدون الاهتمام. اهتمام لماذا؟ لأنه فهد بنظر بفهد الفهيد هو يعتبر أمير، يعني يروح المصري يستقبل، هو سعودي أعتقد، نعم يروح المصري يستقبله رئيس الجمهورية، يروح أي دولة يعني يستقبله رؤساء حكومات، رئيس برلمان، يعني يوضع له كل بروتوكول، يعني كل التسهيلات و كل الخارطة الاستثمارية في المجال السياحي، ويقول يلا شوف وجيب لنا وعند على بالنا بلي انتم مجادين، اختر شيء ولا اثنين ويلا، يعني فنادق خمس نجوم، منتجعات سياحية، منتجعات سياحة في الصحراء، هذا مهم جدا، لانه لما يجي راح يجيب اول المال تاعه وحاب يستثمر استثمار مباشر،
وهم رجال أعمال معروفين في العالم وحابين يستثمروا وحابين وجهة الجزائر. لما أحيانا تصيب شخصية بهذا النوع من قبل كان يرسل رسالة ما كاش اللي يرجع عليه. احنا نطلب من الإدارة لإزاحة البيروقراطية الرد على الرسائل، لأنه لما ترد على الرسائل وحتى يعني من الجانب البروتوكولي، الجانب أنك تقيم شركة، تقيم شيء، أنك ترد له على الرسالة بالسلب بالإيجاب ترد له، نستقبل هذا أول ربما إشارات البروفيسيوناليزم يعني. أكيد لما تصيب أيضا تأشيرة هي صعيبة بزاف. كاين رجال أعمال لابد علينا نتعامل معهم بخصوصية. لماذا؟ لأنه رجل أعمال نافذ ومعروف، نتعامل معه بشوية خصوصية، لأنه أغلب رجال الأعمال ما يقدرش يكمل أكثر من 15 يوم في دولة حتى تعجبوا الجزائر، حتى يجي يعني الجزائر وتعجبوا 15 يوم أكبر شيء. يا أخي هذو سهل لهم في الفيزا، أعطي لهم فيزا تاع 15 جور أعطي. وكاين جهات أخرى دائما اللي هي مكلفة بالرقابة. أنا خاطين يعني أنا ربما كإداري وربما كرئيس مركز من تبعش في الرقابة. كاين أجهزة هي تابعة الرقابة، هي التي تراقب نعم تاع الناس اللي دخلت وين راحت واش تلاقات وكذا. هذه كاين أجهزة أخرى هي اللي تراقبها حتى نكون في مستقبل اقتصادي آمن وبيئة استثمار آمنة. لابد أن نتكاتف، نتعاون جميعا ونبني اقتصاد بعيد عن الاقتصاد الريعي وبعيد عن اقتصاد البترول، ودائما نبقى في جهة واحدة اللي هي مدرة للثروة الجزائرية. شكرا جزيلا لك سيد محمد أمين بوطالبي، أنت رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، كنت معنا هذا الصباح. أشكرك على مشاركتك وأتمنى النجاح والتوفيق لكم في هذا الملتقى الذي سيدوم 4 أيام. مشاهدينا يمكنكم كذلك التسجيل في هذا الملتقى عبر صفحات المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير. ألتقي بكم في مواعيد لاحقة. السلام عليكم.